مساواه والقيادي في الجبهه الثوريه السودانيه. استاذ محجوب اهلا بك معنا. الحقيقه يعني لا ادري اذا كانت العدل والمساواه والدكتور خليل ابراهيم ربما تختلف طلباتهم عن بقيه الطلبات الاخرى، وما هي ابرز تخوفاتكم استاذ محجوب؟ نحن الآن لا نتحدث عن حركة العدل والمساواة بقدر ما نحن نتحدث عن الجبهة الثورية السودانية، إضافة إلى حقوق ما نسميه بالهامش السوداني. الأمر الآن الحكومة المصرية قدمت دعوة لفرقاء وشركاء الأزمة السودانية، والآن في انتظار وصول الوفد وفد قوى من إعلان الحرية والتغيير إلى القاهرة لبدء النقاش، ومن ثم الدخول في تفاصيل جادة حول تضمين ما أشرت إليه في التقرير. طب لفت نظري أنه الجبهة الثورية يعني مالك عقار ومن أركم الناوي والدكتور خليل إبراهيم كلهم موجودين، وما زال حتى الآن الوفد أو ربما تأخر الوفد وفد الحرية والتغيير من الخرطوم القدوم، هل تفسروه بأي تفسيرات أخرى؟ واضح أن هناك خلافات بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والدليل على ذلك قوى الإجماع الوطني أصدرت قبل قليل بيانا اعتذرت من المشاركة في وفد القاهرة. أعتقد ثمة إشكالات بين قوى الحرية قوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة لذلك واضح أن مكونات هذه القوى غير متفقة غير منسجمة. ليس هناك مجلس مركزي أو إداري محدد يحدد صلاحيات هذا التحالف العريض، وبالتالي أعتقد هناك قوى أيضا منفردة تعمل على وحدها في إطار تحالفات جديدة. لذلك تخوفنا هنا واضح بأننا نقول حقوق الهامش السوداني بالضرورة أن توضع بنصوص واضحة وصريحة، وما يجري الآن أعتقد أنه قد يشكل فرز حقيقي في الشارع السياسي السوداني، وقد لا يحل أزمة السودان التاريخية. والآن ما نشهده من خلال هذا المشهد وخلال هذا الصراع أن الأزمة الحادة وصلت إلى الهرم الحقيقي للأزمة السودانية. صراع بين قوى متمركزة تعتقد أن لها حقوق ملكية كاملة، وهذه الحقوق فيها حق التصرف والانتفاع والاستعمال. بموجب ذلك هناك قوى ملحقة بالضرورة أن تكون في إطار نفس البنية السياسية القديمة المتآكلة، والتي أعتقد أنها انتهت صلاحيتها في السودان. أستاذ محجوب، أين العلة؟ يعني الحرية والتغيير وقع بالفعل وثيقة مع المجلس العسكري، وأعلنت هذه الوثيقة ببنود وأرقام وصفحات وكل شيء. أنتم الآن تطالبون بأشياء أخرى، أين توضع؟ أنت تريد ملحق نحن إضافي مثلا ممكن نضع فيه هذه الأشياء؟ وهل لو اتفق الحرية والتغيير معكم المجلس العسكري الانتقالي هيوافق؟ نحن شركاء أساسيون في الأزمة السودانية، ونعتقد الكل شريك، لا يمكن إقصاء أحد. نحن وقعنا اتفاقا واضحا وأدرجت بندا كاملا يتعلق بالسلام في السودان، ونعتقد هذه الأولوية القصوى بالنسبة للأزمة السودانية راهدا. وقعنا هذا الاتفاق في أديس أبابا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وسرعان ما تم نقض هذا الميثاق ونقض هذا العهد وانتقاء بنود محددة ولفظي بنود أخرى أنا أعتقد أنها أساسية، بالذات البدل الذي يتعلق بسيادة اتفاقية السلام على الوثيقتين الدستورية والسياسية في حالة حصول أي اختلاف بين المحتوى والوثيقتين. أعلنوا في المؤتمر الصحفي وقتها أثناء التوقيع، قالوا إنه يعني هذه الأشياء أرجئت لاكتمال المؤسسات ثم نبدأ في فكرة السلام وغير ذلك من أمور يعني. وبعدين انت يعني حصل انتظار طويل منكم شويه اكثر ورفضتوا، كان ممكن ترفضوا في نحن الان رفضنا واكدنا مرارا وتكرارا، ووفدنا المتواجد في السودان بقياده توم هجو، وهذا لا اريد ان اعيد هذا الشريط. ولكن هناك خلاف جذري بين قوى إعلان الحرية والتغيير. أيضا قوى إعلان الحرية والتغيير هو تحالف عريض وليس تنظيما سياسيا واحدا. لم تكن هناك مؤسسات، لا نعرف من الذي يتخذ القرار ومن الذي ما هي الصلاحيات، ما هي الجهة التي تتخذ القرارات. نعتقد هناك إشكالات جوهرية بالضرورة معالجتها، ومن ثم تضمين ما نقوله حتى لا ندخل في صراع حقيقي في السودان. هذا هو السؤال، لأنه الحقيقة التصريحات مخيفة. يعني عبد العزيز الحلو يقول لك هذا التوقيع هو إعلان حرب أهلية في السودان. عبد الواحد محمد النور يقول هذا الكلام. أنا عارف أنهم مش موجودين وليهم محور آخر في النقاش، لكن الخوف من يعني
منكم أنتم، خلينا أكون صريح، لأنكم أنتم الذين أدرتم مناطق النزاع، أنتم الذين لديكم الأسلحة، أنتم الذين لديكم العتاد والرجال، وبالتالي حينما أنتم تختلفون أو تغضبون مش زي بتوع الحرية والتغيير، يعني هم هيغضبوا هيعملوا شوية تظاهرات في الشارع، لكن الخوف منكم أنتم كجماعات مسلحة ومناطق نزاع قديمة، دارفور وغيرها، وأنت أدرى بهذه الأمور. الشارع السوداني والشارع العربي يخاف منكم الحقيقة. نحن كل شيء وارد، كل شيء وارد. بالضرورة معرفة حقيقة أساسية أن الدولة السودانية بناء قائمة على بناء هش، ليست هناك مؤسسات، المؤسسات الفاعلة تقوم بخدمة قوى محددة، هناك إقصاء محدد في العملية السياسية والثقافية والاجتماعية والتاريخية، هذا إشكال طويل. الآن نحن كما قلت وصلنا الزاوية الحادة أو ما نسميه قمة الهرم، قمة الصراع الحقيقي، والذي تكشف الآن بشكل واضح وجلي. هذه القوة التي تتحدث عنها هي ليست قوة هبطت من السماء، هي قوة سودانية أصيلة لها حقوقها المشروعة، وبالضرورة العمل على تضمين هذه الحقوق. ما نقوله الكل وارد في السودان، نزور حرب أهلية، انهيار الدولة، ما لم تكون هناك عقلانية حقيقية ومخاطبة الأزمة السودانية بعمق الصراع المتواجد تاريخيا وثقافيا واجتماعيا. ومن ثم يمكن لنا جميعا كشركاء في هذا الوطن نعمل على بناء الدولة السودانية الثانية. نعتقد أن الدولة السودانية القديمة الآن انتهت، وليس هناك إمكانية لإعادة نفس نظام الهيمنة السائد تاريخيا، والذي تستحوذ عليه قوة اجتماعية وثقافية محددة، ومن ثم تفرض شروطها على الآخرين. ونعتقد هذا مرفوض. وهذه القوة التي ذكرتها هي قوة لها مشروعيتها الثورية. نعم. وضحت، والآن نتحدث عن إبادة جماعية وقعت في دارفور نتيجة لهذا الانحراف السياسي الذي تنتجه عقلية الهيمنة السائدة في السودان. هناك إبادات جماعية تمت. نحن في دارفور على الأقل هناك أكثر من 300 ألف ضحية. الأمر ليس بهذه السهولة. بالضرورة الناس عليهم تتوقف، وبالتالي تقيم تقدير موقف حقيقي للإخراج النهائي. نعم. لفت نظري كلمة قلتها، وهو أنه كل شيء وارد. يعني الحقيقة دي كلمة اسمح لي مفزعة، يعني تستوجب وقفات من السياسيين وغير السياسيين ومن كل شيء وارد. يعني من حمل السلاح وتركه ليس غريبا أن يعود ويحمل السلاح مرة أخرى. المناطق التي كنا نقول أنها مناطق نزاع قديم ستكون مناطق نزاع جديد، وبالتالي دارفور تشتعل، كردفان، النيل، كل هذه الأماكن قد تشتعل مرة أخرى، وهذا هو المخوف. هل فعلا هذا وارد؟ وإذا كان كذلك فبنسبة كام وارد؟ نحن لا نستطيع. دعنا في البدء لنقول نحن متفائلون أن هناك قوى وطنية، قوى تعمل من أجل إنجاز اللحمة الوطنية، بناء الوطن الجديد. ولكن بالمقابل يجب على الجميع أن يعرف أن السودان كله مليء بالأسلحة، هناك عدد من الجيوش، لا نتحدث عن جيش واحد، عدد من الجيوش. الآن الصراع ليس في دارفور، وليس في الدير الأزرق، وليس في دونغولا، الصراع داخل الخرطوم. حسب المعركة السياسية داخل الخرطوم، نعتقد إن هذه القوى إن لم تعمل بالطريقة الجادة أعتقد أن الأمر قد ينفرط، ومن ثم نستطيع أن نتكهن ماذا الذي يجري يعني في المستقبل. شكرك الأستاذ محجوب حسين. مين التخ...